صادق هتصدقني بس من غير غرور ان انا فرحت قوي 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 ان احنا هنتجوز. صدقيني انت يا حياتي انا مغرم بيك اكتر منك، وكان نفسي اتجوزك اكتر من انت عاوزه تتجوزيني. بس يعني اوعى تكون رجعت في كلامك ومش هنتجوز. لا يا حياتي، بس عايز اقولك يعني احنا عاوزين نبتدي حياتنا مع بعض من الاول كده، يعني بمنتهى الصراحه والوضوح. طبعا هو في اجمل من الصراحه والوضوح. قولي لي بقى يا حياتي، في سر يعني مخبي؟ يعني بصراحه يعني يا صادق في، بس توعدني لو قلته لك انك تسامحني. انا اسامحك اذا سامحتيني. طيب قول لي انت سرك الاول. لا قولي انت سرك الاول عشان اطمن واتشجع. بصراحه يا صادق درسي الرابع تحت على الشمال. ماله؟ اصله من سنتين كان وقع واضطريت اعمل واحد تاني بداله تركيب. الله، من سنتين وخبيه عليها؟ ما تقوليش ده كلام اتقال. ما هو طب انا عايز اقول لك حاجه. انا كمان شوفي، انا عندي سر كمان اكبر من السر بتاعك ومش هقولهولك، وهو سر بسنه نبقى خالصين. هو مفيش هنا مأذون ولا ايه؟ صادق تعالى بس، انت قبل المأذون ما قلتليش السر بتاعك. ايوه، هو في الحقيقه حياتي يعني انت عارفه طبعا ان الرجاله اللي في سني كده يعني بقى لهم نزوات، ويعني عايز اقول لك حاجه، يعني انت لغايه النهارده الصبح ما كنتيش انت الانسانه الوحيده في حياتي. ايه ايه ما انت زعلتي ولا ايه؟ انت عايز تفهمني انك المده دي كلها بتخدعني؟ يا حياتي يا حبيبتي احنا اتفقنا على الوضوح والصراحه. قول لي يا صادق هي مين؟ هي مش مهمه هي مين دلوقتي يا ميمي. انا عرفتها، مفيش غيرها، سوسو هانم. وانت عرفت سوسو دي منين؟ شفتكوا يا استاذ في النادي، بس ما كنتش اعرف ان ذوقك اتحط للدرجه دي. تعال هنا حط الاكل وغور. ما تتكلم يا استاذ، ساكت ليه؟ صراحه انا شايفك عمال بتاكلي جامد قوي، يعني استنى اسنانك مش عشان الاكل، لا انت ناوي تاكليني انا بعد كده. انت قول لي بقى لك قد ايه بتخدعني. انا مش قادر افهم يا ميمي، انت واخده الموضوع ده من الجانب السلبي ليه؟ ما تاخديه بالجانب الايجابي. وهو انت بتقوله ده في جانب ايجابي يا اخي؟ ايوه طبعا، كفايه ان انا سبتها علشان خاطرك. متفكره قوي يا صادق بيه، تحب اقوم ازغرط؟ لا 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 لا، انت واضح ان اعصابك تعبانه النهارده قوي، نبقى نتقابل مره تانية. استنى، انت مش هتشوفني تاني بعد كده ابدا. جوزها، انا لو جوزتها وزعلت منها ممكن تاكل دراعي. الحساب، هات يا اخويا حساب، شايف اللي حبيت تقول لي حساب؟ اهو اخويا. غمضي عينيكي. حاضر. وافتحي بقك. لا بلاش الجعوره. وغمضي عينيكي. همي يا جمال. اجي ارنبيط ما
مشوي. يلا يا روحي اغسلي ايديكي ورجليكي على بال ما اطلع الملوخيه من الفرن. لا انا مش جعانه النهارده يا دولي. لا ما انت لما تدوقي الارنابيط هتجوعي. يلا يا قمر، يلا يا حلوه، يلا يا حلوه، طلع الملوخيه على طول. حاضر. اصل انا مش عايزه اضيع طعمه من بقي. امال لما تدوقي الحلو بقى. ايه عاملالك جيلي بصوص الكفته. كفته؟ كفته ايه يا كفته؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت مين؟ انت اللي مين؟ انت حتى النحيلي؟ انت هي الهنم اللي مشغلك؟ ميمي 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 ازيك يا ميمي؟ الله انت ميمي؟ ايه ده؟ انت هترغي معايا بقى ولا ايه؟ اف دولي انت فاكراني الشغاله بتاعتكم؟ يلا امشي انجري شطبي المطبخ واعملي لنا كوبايتين شاي. يلا يلا. بتقولي ايه؟ اهلا اهلا اهلا. اتفضلي يا روحي اتفضلي. قولي لي بقى ايه اللي حصل؟ انا كنت متاكده انك انت هتيجي من ساعه ما بابا رجع من عندك وهو قافل على نفسه الاوضه. هو اعترف لي؟ ايوه اعترف لي. عشان كده انا جيت لك وعايزاكي تحكي لي هو كان بيعرفها من امتى بالظبط. مش مهم كان بيعرفها من امتى، المهم انت ما تديش فرصه لواحده زي دي تعكنن عليكي حياتك انت ودادي. وبعدين ده انت ضفرك برقبه 10 من عينه تيتي. تيتي؟ هو صادق قال لك انه بيعرف واحده اسمها تيتي؟ هو قال لك اسمها ايه يا امي؟ قال لي اسمها سوسو. ما انا قلت سوسو. لا انت ما قلتي سوسو، قلتي تيتي. لا انا قلت سوسو وانتي سمعتيها تيتي. اولا انا مش طرشه، وبعدين الحروف اللي هنا مش زي اللي هنا. واضح يا امي انك انتي سمعتيها بطريقه برل. انا قلت سوسو. ايه برل ده؟ ايه برل ده؟ لا انت قلتي سوسو، قلتي تيتي. الله وانت بتشخطي فيا ليه يا امي؟ هو انا اللي عرفتها عليكي ولا دادي؟ عن اذنك. ولعلمك بقى انا لا قلت لا سوسو ولا تيتي، انا قلت سوتي. الشاي يا ستي ميمي. مش عايزه اشرب زفت. صدقيني بس يا ستي ميمي، احنا يا اختي صحيح ما نعرفش بعض قبل كده، لكن انا قلبي انفتح لك. صدقيني اللي اعرفه ان عم صادق بيحبك بيحبك قوي. صحيح. عشان كده انا مش عايزاكي تخسريه ولا تخليه هو كمان يخسرك. فكري كويس يا حبيبتي، اللي اسمها لولو دي كانت ماضي في حياته. هو كان بيعرف واحدة اسمها لولو كمان؟ هو قال لك اسمها ايه؟ قال اسمها سوسو، ودول اللي قالت اسمها تيتي. بقول لك ايه يا اختي، احنا اصلنا كبرنا وما بقيناش عارفين بنقول ايه. انتوا كدابين، بتكدبوا عليا زي ما هو كدب عليا. عايزين تخدعوني زي ما خدعني، بس انا غلطانه ان انا جيت لكم هنا. انا اللي غلطانه، استاهل اكتر من كده. انا ايه اللي جابني؟ ما انا استاهل فعلا. ما كانش صح اجي هنا.
ميمي مش معقول، انا مش مصدق عيني، لكن ادم جيتي لغايه هنا يبقى خلاص قررت تسامحيني. اسامحك؟ هسامحك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ على سوسو ولا غير سوسو؟ ايه غير سوسو؟ هي دول اللي سحبت من لسانها وقالت لك على حكايه نانا. نانا؟ انت كمان تعرف واحده اسمها نانا؟ الله، امال دول اللي قالت لك على مين؟ دول اللي قالت لي على تيتي، والتانيه قالت لي على لولو، وانت بتقول لي نانا يا بتاع سوسو. اسمعي، ده كذب، كل الكلام ده كذب، ما تصدقيش، والله ما تصدقي، اعتبر نفسك ما سمعتيش اي حاجه. وانت كمان اعتبر نفسك ما شفتنيش قبل كده. طب استني بس، استني، انا هوصلك لغايه البيت. ليه؟ خايف للبهوب يقابلني ويقول لي على واحده جديده ولا ايه؟ اوعى اوعى كده. متشكر قوي، متشكر يا هانم، ها؟ متشكر، مردودالكوا في الافراح ان شاء الله. صدقني يا عمي، والله والله يا عمي، والله ما كنا نقصد. وبعدين يا دادي، احنا مش نصحناك، مش نصحناك وقلنا لك بلاش الصراحه المفرطه دي. ني واحده مجنونه، مش مقدره، مش مقدره، انا مفضلها على كل الستات. فكر يا عمي كويس، ده انت هتقعد تتحايل عليها سنه عشان ترضى تتجوزك. ايه وبعدين انت هتضيع وقتك في الجوازه، هتقعد تعتذر ليل نهار. اعتذر؟ اعتذر ليه؟ هو مفيش غيرها؟ لا اهو، مش دي ميمي اهي، انا عندي اربعه تانيين اقعد مع اللي احبه عن اذنكم. يا عيني يا ليلي. يلا تفتكر نختار مين يا حواش؟ بعد ميمي كلهم زي بعض. كلهم زي بعض، اكيد ميمي هي اللي موصلاك تقول لي الكلام ده. بلاش ميمي، تعرف بقى، انا هختار سوسو. ايوه سوسو طيبة وحنينة وبتخاف عليا ومش طمعانة فيا. صادق بيه، الجوهرجي بعت لك امبارح فواتير الذهب اللي اشتريته سوسو على حسابك. الله، ما انا دافع فواتير الذهب دي من يومين. ده كان الذهب بتاع الشهر اللي فات. خلاص خلاص، بلاش يا سيدي بلاش، انا هاخد. ايوه انا اكلم لولو، لولو مثقفة وواعية وبتقرا شعر. صادق بيه، الانذار ده جالها امبارح من مركز محو الأمية، بيقولوا ان بقى لها 3 اسابيع ما بتحضرش ومهددينها بالرفض. لا خلاص، خليها تقعد لدروسها احسن. خلاص، يبقى مفيش قدامي بقى غير نانا. ايوه نانا هي متفرنجه حبتين ومتسلطه شويه، لكن انا واثق انها بعد الجواز هتبقى 10 على 10. أهلاً 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 بالفنانة الكبيرة. أهلاً أهلاً وسهلاً. نعم، فضل فضل فضل. يا سلام، المحل نور، المحل نور. أهلاً أهلاً أهلاً، يا سلام يا سلام، أهلاً بيكي أهلاً بيكي. تحبي تشربي؟ لا لا لا، مش دلوقتي، أصلي مستنية ناس. ناس؟ ده كلام، يا خسارة يا خسارة، يا ريتك لوحدك كنا نعرف نسليكي. يا سلام، فينك؟ زمان ما جيتيش. معلش يعني. هيفي هيفي هيفي. طب بقول لك ايه ده؟ اخس عليك يا صادق، كده برضو تخضني بالمنظر ده؟ هيبقى قلبي، احنا مش قلنا برضو نوطي الفولت بتاع النرفزه والعصبيه والغيره دي؟ يا حبيبه قلبي، انا الغيره مش من طبعي، انما عيون الناس اللي تندب فيها رصاصه دي. شيء طبيعي يا روح قلبي، حد قالك تحب فنانه حلوه وصغيره ومقطقطه زيي؟ بقولك يا نانا، انا قررت اشوفك النهارده عشان اقولك على خبر هيسعدك جدا. اوعى تقولي يلا نتجوز. واو عليه، اي 2 زينا بيحبوا بعض في النهايه لازم يتجوزوا. شوف اديك قلت النهايه يا حبيب قلبي، الجواز ده نهايه اي حب يا صادق. بالعكس،
الجواز هو بداية الحب الحقيقي وله طعم تاني، لكن برضو طعم حب الجواز حلو مش بطال. لا أنا بقى أفضل الطعم الأولاني. صدقيني يا نانا، الجواز هو المستقبل، مثل الأيام تمر والشهرة تروح وتكبري وتعجزي وشعرك يقع وسنانك تقع، هتلاقي راجل زي حالاتي تتسندي عليه. يعني أنا أتجوز عشان أتسند على حد؟ طب ما أنا ممكن أروح أشتري عكازة تسند علي. آه ده أنت أظهر بقى فايقة ورايقة الليلة دي، عن إذنك. خلاص خلاص أنت زعلت؟ أقعد. قعدنا. أنا موافقة على الجواز بس بالشبكة والمهر اللي أنا أطلب. بصرف النظر عن المهر والشبكة، أنا عايز أتكلم معاك في موضوع مهم جدا. موضوع؟ موضوع إيه؟ نانا أنا يعني عايزك نبص لقدام ما نبصش ورا، يعني مش عايزك تسأليني يعني أنا كنت أعرف مين قبل منك ولا هعرف مين وأنا معاك. أنا موافقة بس أنت برضو ما تسألنيش نفس السؤال. إيه؟ كنت أعرفي حد قبل مني ولا إيه؟ لا طبعا أنا كنت بعرف وأنا بعرفك. إيه ده؟ إنت مين واسمه إيه؟ هو مين فيهم بالظبط؟ الله 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 الله، هو كمان أكتر من واحد؟ خص عليك بقى يا صاصة، إحنا مش اتفقنا يا روح قلبي إن إحنا ما نسألش أي سؤال عن حاجة حصلت قبل الجواز؟ حاضر، مش هسأل على أي حاجة حصلت قبل الجواز ولا بعد الجواز. يعني إيه؟ انت عارف يا صاصة ان انا مطربة وليا معجبين كتير. ايوه مفيش واحدة ست محترمة ابدا تخلي راجل يعجب بيها غير جوزها. حبيب قلبي بكرة تتعود على المعجبين دول. خلاص 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 خلاص. وبعدين وتتعود كمان يا حبيب قلبي على المواعيد بتاعتي. انت عارف يا صاصة ان كل الاستوديوهات بتشتغل بالليل وانا بغني فيها. ايوه حبيبتي، وانت لازم تعرفي ان راجل شرقي ومتزمت وعصب جدا ولا اقبل ان واحده ست تخش البيت عندي بعد الساعه 3 صباحا. 3 الصبح ايه يا روحي؟ ده انا ما كنتش لسه غنيت كوبليه واحد في الاستوديو. خلاص يا حبيب قلبي ابقى تعالى معايا في الاستوديو اسهر معايا وانا بغني. حاضر هاجي هباجي الاستوديو، ما جيش ليه؟ والسفريات بتاعتي انت عارف طبعا يا صاصة ان انا ممكن اقعد 6 شهور الف في العالم بالحفلات بتاعتي، ولما ارجع ما تسألنيش جبت الفلوس دي منين والهدايا دي مين اللي جابها لك ومين اللي هداها لك ولا التليفونات. خصوصا بقى التليفونات، طبعا يا صاصة انت عارف ان انا فنانة وفي تليفونات طبعا بتجيني في وقت متأخر بالليل، ما تقوليش مين اللي معاكي على التليفون، والاحسن انك ما تردش خالص وتسيبني انا ارد. وبعدين ايه ده ساسا؟ انت فين يا ساسا؟ ولا الستات ما خلصوش على كده، انا هدور على واحده ساسا. ساسا ازاي بس يا عمي؟ اعقل، انت عارف ان ميمي هي الوحيده اللي هتريحك. ها هون ابدا، انا ممكن اروح لها عشان تزليني وتزلي نفسي عشان اطلبها. ابدا انا هدور على غيرها. تدور؟ لو انت لسه هتدور انت هتضيع اليومين اللي فاضلين لك من عمرك في التدوير. الله، اليومين اللي فاضلين لي من عمري في التدوير؟ ها طبعا، ما انت عاوزاني اموت النهارده قبل بكره عشان تورثيني بالحياه، تورث الشركه والعربيه. ايه ده، هما دول بس اللي عندك والبيت وكل حاجه؟ لكن يكون في علمك، لا انا شباب، انا شباب وهعيش اكتر منك كتير قوي. اسمع كلامي يا صادق، في 4 تليفونات بيرنوا وعايزينك وانت مش عايزهم، وفي تليفون واحد بس ما بيرنش وانت اللي عايزه. اعقل يا صادق. ما قالت لك اعقل يا صادق؟ ما تشد حيلك. يلا ميمي 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 تعال يا دولي.
صادق؟ ميمي انا كنت عايز اقول لك يعني انا جاي بابا عايز يقول لك ان هو بيحبك ومعجب بيكي قوي ومش هيقدر ابدا يستغنى عنك. ايوه كمان يعني عايز اقول لك ان انا حقيقه يعني كنت ناوي ان انا هو ناوي الحقيقه بس هو محرج يعني شويه. يعني يا ريت انك انت تقبلي انك انت تتجوزيه لو تقدري يعني توافقي حضرتك. ويا ريت يعني كوبايه ميه ساقعه. هو برضو اللي عاوزها؟ لا والحقيقه انا اللي عطشانه. المأذون ده جبتوه منين؟ ايوه ابدا ده واحنا جايين على هنا لقيناه ماشي في الشارع كده بيداروا على اتنين يتجوزوا في اي عماره من العمارات اللي جنبكم. فاحنا الحقيقه بقى قلنا نجيبه استخسار احتمال يعني توافقي انك انت تكتبي الكتاب. ميمي يا ميمي انت فين يا ميمي؟ استاذ كامل وانت هنا؟ اهلا يا مولانا. انت تاخرت علينا ليه كده؟ تاخرت علينا كده ايه؟ انت تعرفه ولا ايه؟ امال ايه يا استاذ؟ ما هو ده العريس اللي بدور عليه. امال مين العروسه؟ ما هو ميمي يا عروستي. ايه رايك بقى يا استاذ؟ بتهيألي مفيش اجمل ولا احلى من كده عروسه. ايوه حلوه حلوه بس انا هدور على اللي احلى وهروح اجيبها وهتجوزها. ده دي تسحله. شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.